مساء الخير. هي واحدة من بلدات البقاع الغربي المشهور بسهوله الخضراء المزروعة بألوان الربيع اللي عطاها الجمال والهواء المنعش والنقي. بحيرتها الشهيرة أعطت لها البلدة الصغيرة مساحة كبيرة على صفحات المواقع السياحية المفضلة بلبنان. اشتهرت بزراعاتها المحلية خصوصاً الكرز الملون بلون وجوه أهليها اللي لوحتها الشمس وسط البساتين المنتشرة بمعظم زواياها. وإن كان حدود وماضي البلد الحديث بيعودوا لحوالي 500 سنة، فهي عم تطمح لمستقبل بيمتد إلى أبعد حدود المدى. نحن اليوم موجودين بالأرعون. بتوقع بلدة الأرعون بقضاء البقاع الغربي بمحافظة البقاع. بتبعد عن بيروت 80 كيلومتر وبترتفع عن سطح البحر بين 850 و 1000 متر. تبلغ مساحة أراضيها حوالي 1460 هكتار أو 14.6 كيلومتر مربع. تشتهر البلدة بوجود السد اللي بيحمل اسمها واللي أنشئ على مجرى نهر الليطاني، وساهم بتوليد الطاقة لثلاث معامل كهربائية تابعة لمصلحة النهر، وبيروي العديد من أراضي سهل البقاع. بتضم بلدة القرعون جزء من البحيرة اللي بتحمل اسمها، وهي الوجهة السياحية المفضلة عند الكثير من السياح اللي بيزوروا البلدة سنوياً. تشتهر القرعون بوجود مساحات واسعة من البساتين المزروعة بالزيتون، الكرز، الجوز واللوز، بالإضافة إلى القمح والعديد من الزراعات البعلية. بيعود تاريخ البلدة إلى أواخر العصر الحجري الحديث، حيث اكتشفت ببداية ستينات القرن الماضي العديد من الأثارات الموجودة حالياً بمتحف ما قبل التاريخ بالجامعة اليسوعية. اختلف المؤرخين حول أصل تسمية القرعون، فردوا البعض إلى اللغة السريانية وبيعني اليقطينة الصغيرة أو القرع، وهو نوع من الخضار المشهور بمنطقة البقاع وكان يزرع بكثرة بالبلدة. أما البعض الآخر فنسب الاسم إلى ثمرة اللوز الأخضر اللي تسمى بالأرعون قبل ما تصير يابسة. ومن المعروف أنه الأرعون وكل البلدات المحيطة فيها كانت معظم أراضيها مزروعة قديماً بشجرة اللوز. ما تسألوا عن المسافة يلي بتفصلكن عن الأرعون إذا انطلقتوا من بيروت، فهواها المنعش والمناخ الطبيعي بنسيكن تعب المشوار. أما شو هي بعض البلدات يلي رح تمرقوا فيها لحتى توصلوا على بلدة الأرعون وتشوفوا البحيرة الحلوة اللي موجودة وراي، منشوف الخريطة. طريقكن من بيروت على الأرعون رح بتمر بي الحازمية، كحالة، علي، حمدون، المديرج، ظهر البيدر، المريجات، أب الياس، حوش عميق، جب جنين، وصولاً إلى الأرعون. أهلا وسهلا فيكم بالأرعون، أهلا وسهلا فيكم منطقة البقاع الغربي. الأرعون هي بلدة حلوة كثير في البقاع الغربي، في بتحدها من الناحية الغربية سلسلة جبال لبنان، ومن الناحية الشرقية جبال القرعون. هي منطقة حلوة بجمالها وبأهلها. بحيرة القرعون هي البحيرة الاصطناعية الكبرى في لبنان وحتى في منطقة الشرق الأوسط. مساحتها بحدود 12,000 متر مربع، وتحتوي أو تختزن حوالي 2200 مليون متر مكعب، التي تروي عدة مشاريع ويستفيد منها لبنان بأكمله. القرعون مثل ما ذكرنا بتمتاز بالسياحة، عندنا سد القرعون والمنشآت الناتجة عن سد القرعون، هي معامل مركبة ومعامل جون، هاي تستفيد من بحيرة القرعون. أما الناحية السياحية لبلدة القرعون، فعندنا قد أنشأت بلدة القرعون خلال السنوات القليل الماضية بعض المنشآت السياحية قرب السد، وهي عبارة عن كيوسكات مع رصيف وحدائق عامة يستفيد منها الزائرون إن شاء الله. بتتميز بجو اللطيف وبجبالها التي تطل جبالها على قرى مرج عيون وزحلي، وتستطيع أن ترى كل هذه المناطق الجميلة في لبنان.
تتميز القرعون بطبيعة صخورها التي زينت فيلات أو بيوت أغلب القرى اللبنانية بجمال هذا النوع من الصخور. نحن نرحب بالزائرين في بيت القرعون، أهلا وسهلا بكم في هذه القرية المضيافة في سهول القرعون، في جبال القرعون، في بحيرة القرعون وسد القرعون. حملت لقب الجميلة النائمة، فبين المساحات الخضراء وقمم جبل الشيخ المتوج بالأبيض ترتاح مطمئنة لنظرة الناس لإلها واعتبارها واحدة من أجمل الأماكن السياحية في لبنان. فوق صفحتها الزرقاء بتكتب الشمس أحكاية الجمال بحروف من الذهب الأصفر اللي بيزيدها بريء ونضارة. تمتد على مساحة 12 كيلومتر مربع وتعد أكبر بحيرة اصطناعية بلبنان. سميت قديماً بحيرة الليطاني، أما اليوم فهي بتعتز إنها عم تحمل اسم البلدة يلي بتنتمي لإلها. نحن اليوم بالنسبة للموضوع السياحي أهم معلم سياحي عندنا هو سد القرعون. سد القرعون منطقة بتفتقر يعني للخدمات الأساسية اللي هي مشاريع كبيرة بتخدم يعني بنية تحتية سياحية. الدولة مع الأسف ما قامت فيها بسبب يمكن الحرب الأهلية، وبلد له 40 سنة واقف يعني. نحن كبلدية توجهنا بهذا الاتجاه، عملنا هالرصيف الصغير اللي هو رصيف القرعون وعليه بعض الخدمات، عم نعمل على محاذاة شط البحيرة كمان طريق للمشاة ومنشجر حوله، يعني عم نحاول بالإمكانات المتاحة لنا والمتوفرة لنا إنه نعمل يعني هيك بنية تحتية على قد إمكاناتنا سياحيا، وعم نحاول طبعا نشجر ونحرش بالجبال يعني قدر الإمكان يعني لنشتغل على الموضوع البيئي كمان والنظافة. بالنسبة لتاريخ القرعون وأساس نشأتها، البلدة تعود لأكثر من 400 سنة تاريخها حسب يعني المعلومات المتوافرة. بالأساس هيدي المنطقة السهل من هون كانت ممر للقوافل التجارية من بلاد الشام نحو فلسطين، وكانت بنفس الوقت ممر للقوافل العسكرية أيام الرومان وغيره. فأنشأوا على هالتلال مجموعة يعني محميات كانت بهدف حماية هالطريق التجاري والعسكري. مع الوقت تحولت يعني لمناطق سكن هاي المحميات، ونشأ نحن عنا بالقرعون منطقة بيقولوا لها عين الباردة. اليوم الفلاحين لما بيزرعوا بيطلع كتير بقايا فخاريات وقضايا بتدل على انه كان في حياة بالفترات السابقة. منطقة عين الدير ومنطقة الخربة بيقولوا لها كمان، كلهم بيدلوا على انه كان في يعني حياة هونيك. هيدي من فترة شي 400 سنة انتقلوا من هونيك وتجمعوا بالقرعون الحالية، وتكونت يعني البلدة اللي نحن اللي بنعرفها طبعا مش بهذا الحجم، بس تكونت البلدة بهالفترة هاي. البلدة بأساس تكوينها كانت بلدة حرفية صناعية، كانت يعني المنطقة كلها هون يعني صناعة الحديد، الحديد العربي والشو اسمه كان كله بالقرعون، النجارين كانوا بالقرعون، معلمين البناء كله كانت القرعون، يعني منطقة حرفية صناعية. مع الوقت تحولت بسبب الاغتراب. بلادنا يعني منطقتنا منطقة زراعية، فرص الحياة كانت صعبة، والناس بلشت يعني من حركة 150-160 سنة تتوجه نحو الاغتراب. التوجه للاغتراب ضرب المنطق الصناعي أو الحرفي للبلدة، وتحولت لبلدة مثل غيرها.
أدت الاكتشافات اللي بدأت عبر بعثات عديدة بأواخر الخمسينات إلى العثور على آثار مختلفة بتعود إلى فترة العصر الحجري الحديث، وقد نقلت إلى المتحف الوطني ببيروت وإلى متحف ما قبل التاريخ بالجامعة اليسوعية بهدف المحافظة عليها من عوامل الزمن ومن جهل الناس لقيمتها التاريخية. بعد ما كانوا اللوز والكرز من أهم زراعات الأرعون، شهدت البلدة دخول العديد من الزراعات الثانية إلى أراضيها الخصبة مثل الزيتون والجوز، بالإضافة إلى الحبوب البعلية مثل القمح والحمص ولائحة طويلة من أغلب أنواع الخضار الطيبة. الزراعة بالقرعون بدي أحكي بتاريخ الزراعة من قبل الخمسين قبل إنشاء السد. كانت تتميز القرعون بزراعة العنب، كانت كل هالسهل وهالجبل ينزرع عنب ويتصدر ويتسوق بكل الضياع والمناطق، حتى كان يصل عنب القرعون إلى فلسطين وإلى القدس. بعد هذه الفترة، بعد ما إنشأ السد، انتقلت التميز بالزراعة لزراعة تانية هي زراعة الزيتون وبإنتاج الزيت. وهلأ نحن كبلدية عم نسعى لتغيير كمان نوع جديد بالزراعة اللي هو الجوز، يعني عم نسعى لتشجيع زراعة الجوز. فقامت البلدية بزراعة ضفاف البحيرة بحوالي 4000 غرسة جوز، وكل سنة عم ينزاد عليهم. وعم نسعى كذلك الأمر لتشجيع زراعة الصنوبر. زراعياً بالأرعون تتميز بعدة شغلات، يعني عندنا نحن عم نسعى لتشجيع زراعة النحل. في عندنا أكثر من 20 نحال تقريبا بالأرعون بيمارسوا تربية أفران النحل بمنطقة الأرعون. كذلك الأمر تميزت خلال الثمانينات الأرعون بمزارع الدجاج، حيث أنه كان يوجد بالأرعون أكثر من حوالي 17-18 مزرعة دجاج لإنتاج البيض وتسويقه خلال السوق اللبناني. بلدية شجعت على فترة 20 سنة زراعات الزينة، أشجار الزينة مثل الصنوبريات، مثل الأشجار على جناب الطريق، مثل هيدا الزنزرخ، مثل الصنوبر، مثل شجعت هذه الزراعات لتزيين وتجميل الضيعة، بحيث أنه فيش منطقة أو طريق بتفوت فيها بالأرعون مش مغطية بشجر. شغلي تالتي بدي أقولها، أنا نحن كمشروع عندنا مشروع بيئي رياضي وسياحي بنفس الوقت، حيث انه عم نقوم على ضفاف البحيره بانشاء طريق للمشاة لترياح الناس، لنعمله متنفس للناس لحتى تروح تمارس رياضاتها. على طول 5 كيلومتر أو أكثر من الضفة الشرقية لبحيرة القرعون، زرعت البلدية بالتعاون مع مجموعة من المؤسسات الأهلية عدد كبير من أشجار الصنوبر، وأقيم وسط ممر للمشاة ومجموعة من المطاعم والمنتزهات يلي بتقدم خدماتها للزوار بشكل شبه مجاني. القرعون عنا على الضفة الشرقية من بحيرة القرعون، بين البحيرة والقرية
بيمتد حرس صنوبر تقريبا بطول 5 كيلومتر. هذا من 20 سنة تقريبا قامت البلدية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية وبالتعاون مع المؤسسة الوطنية لنهر الليطاني بالأرض اللي تابعة للمؤسسة الوطنية لنهر الليطاني، قاموا بزراعة هالحرش هذا إيمانا منهم بأهمية المساحات الخضراء والكساء للجرود والسهول، مما خلق اليوم حرش مميز جدا بطبيعته وبالنسيم اللي موجود فيه. مندعيكم لتزوروه، مندعيكم لتتمشوا فيه، مفتوح للجميع. عنا مقاهي بمناطق كتيرة فيه، عم نحاول كمان بالتعاون مع الجمعيات الأهلية نخلق مساحة للرياضات البيئية، نشجع هذه السياحة البيئية الإيكوتوريزم، وتكون استكمال للي كمان كنا مبلشين فيه قبل. عنا الممر هذا، الممر التنزه اللي موجود على قناة 900 تقريبا بقلب الضيعة بمر، قاموا الخيرين بالبلدة بالتعاون مع البلدية والجمعيات الأهلية بزرع أشجار زينة على أطراف القناة، مما خلق كمان خط بطول 3 كيلومتر. تقريبا يوميا في عليه نشاطات رياضية من البلدة، من المشي، من البسكليتات، من عدة أنشطة. شرفونا على الأرعون، بلدة مميزة قد ما أحكي عنها ما بخلص حكي. بتمنى تزورونا وتشوفوا بعينكم وتلمسوا بإيدكم هالجمال اللي منتميز فيه. يا أهلا وسهلا فيكم. بتشكل البيوت التراثية جزء من تاريخ القرعون الجميل، وإذا كان التطور العمراني دفع بعض أهاليها للتخلي عن بيوتهم القديمة لصالح الأبنية الحديثة، فالبعض الآخر أصر على الاحتفاظ فيها بكل ما بتختزنه هالبيوت من ذكريات حلوة لماضي نقي يمكن ما بقى يتكرر. هيدا البيت بيمتد تاريخه يعني مثل ما هلأ على الواجهة منقوش فوق القناطر اللي على الطابق الأول، الطابق الفوقاني هو 1818 تاريخه، تاريخ بنائه. هيدا الطابق بيعود لأكثر من 350 سنة، ومثل ما أنا شايفين هون يعني مثل مغارة بالصخر، محفورة بالصخر، وعملوا قبالة حي حيطان وسقفوا وعملوا بيت. هيدي المرحلة الأولى من بناء هيدا البيت، فيعني بالنتيجة هيدا البيت يعني اسم منه بيمتد لأكثر من 350 سنة، والاسم الآخر لأح بحدود 200 سنة. البلدة يعود تاريخها لأكثر من 400 سنة، يعني الشكل الحالي للبلدة كانت بالجوار مجموعة مزارع صغيرة وانتقلت لهون، وبلش يصير فيه حركة بنا على مدى هالسنين هيدي. فكان في طبعا بيوت طباعة تراثي حلو ومعماري مرتب. هيدا النمط من البيوت التراثية يعني صارت نادرة، يعني بكل قرية ما بتلاقي 6-7 بيوت. مع الأسف كان في كتير بيوت يعني هيك فيها لمسات وعمرها فوق 100 سنة. ما في قانون بيجبر العالم انه تترمم وتمنع هدمها او ازالتها. في حالات كتير اجوا اصحابها يعني شلوها وعمروا بطون محلها واشياء تتوافق مع حاجاتهم الانية. هيدا النمط المعماري هو البيت اللبناني اللي الحقبة اللي قبل يعني اخر فترة الاتراك وبداية دخول الفرنسيين وهيك. في معظم هاي البيوت الأنطرة المشهورة يعني عنا بجبل لبنان وين مكان هي هيك، بس في بيوت بتعود يعني كان المجتمع زراعي وفلاحين وكذا. الاستعمال وطبيعة البيت يعني بتتلائم مع حياتهم اللي هي أكتر من إنه طابع معماري، يعني غير الناس الميسورة وعاملة بيوت ضخمة وفخمة لتعطيها بصمة معمارية أو شيء،
البيت الشعبي العادي مشي كان نموذج واحد، يعني مطرح ليعيش الطرش، مطرح ليحطوا العلف تبع الطرش، ومطرح لهن يقعدوا، بس كلهم سوا بيت واحد. نحن كبلدية بعد عنا يعني عنا اتجاه عم نعمل مخطط توجيهي، يعني بعد ما صدر بمراحله الأخرانية في نقاط بيوت طبعها تراثي انه نحط عليها انه بيوت تراثية يجب ترميمها والحفاظ عليها، لان هي جزء من تاريخ هالبلد وجزء من تاريخ نشأة هالبلدة، يسوى انه يتحافظ عليهم ويبقوا. بالإضافة إلى منتوجاتها الزراعية المتنوعة، أضافت الكرعون إنتاج جديد مميز وهو العسل الطبيعي، خصوصاً مع اعتماد النحالين بالبلدة على تربية النحل النموذجية اللي أعطت للعسل المنتج فيها شهرة وطعم فريدة تخطت حدود البقاع الغربي إلى كل لبنان. تربية النحل قديمة بالأرعون، من الخمسينات بقوا في تربية مربي النحل، ودائما طبعا كانوا يعتمدوا الوسائل القديمة من فخار والطين، ومع الزمن بلش تتطور هلأ وصلنا لوسائل حديثة، يعني صار عنا بالأرعون فوق 3000 خلية نحل كلها من هاي الوسائل الحديثة وعم نتبعها. بالإضافة عنا مراعي نوعية منيحة للعسل، وجود العسل وأزهار على بالربيع لفترة أيلول. نوعية العسل في نوعية وجودي عالية، ونحن صار أن بعض الكرة المجاور كلها بتجي بتأخذ عسل من عنا. من هالمنطلق نحن عارفين أن تربية النحل إلى أهمية كبيرة مع المزارعين، كمان بتزيد لهم إنتاجهم وبتحسن نوعية الثمار. سو شو ما حكينا عن النحل غير ما تشوفوا ذوقوا تشوفوا النتيجة، ومن هون نحن بندعي كل اللي بحب يتذوق العسل يجي على الأرعون ويشوف المذاق ويشوف النوعية والجودة بالعسل. وقبل ما نختم حلقتنا من بلدة الأرعون، لابد من إطلالة قصيرة على أحد أهم الصناعات الموجودة بالبلدة، وهي صناعة الحجر الطبيعي اللي زين الكثير من القصور والأبنية على مساحة الوطن، وبصر بعض معلمي بناء الحجر الصخري بالقرعون على نحته بالإزميل والمطرقة رغم وجود المعامل الحديثة والمتطورة. أهلا وسهلا فيكم. ونحن بالنحت عام بالأرعام موصوفين من سنين قديمة كثير بالحجر القديم وبالنحت وبالزغرة في بالمطرة أو الزميل، كانوا يشتغلوا فيها جدودنا وأهلنا من السابق، وصاروا تتطور القصة لشوي لحد لتحديث الشغل والكذا، ولكن ظلت تشتغل بالشغلة الزميل والمطرة ظلت تشتغل معنا، وتطورت البلد الأرعون تطورت بالحجر الزيني، وبدأت عمار بكل لبنان، يعني مش بس إنه والله بالأرعون، بكل مناطق بلبنان فيها طلع من عنا الحجر الزيني، واستخرجنا شغلات حلوة كثير بالنسبة لفيلات ولقصور، يعني ظل الطراز الحجر القديم والجديد ماشي مع بعضه لحد هلأ. نحن والحجر الزيني كثير عم نشتغل فيه،
بالقرعون. تتميز القرعون كمان بحجر النحت. بالنسبة للنحت عندنا كمان تخطت القرعون وصارت على المنطقة كلها بلبنان، وبنحت يعني كثير حلو كثير متطور بالنحت تبعنا، وانشهرت القرعون بهذا الحجر من كل لبنان بيجوا عليها بالنسبة للنحت وللحجر اللي ياخذوا للبيوت تبعاتهم. ولحد هلأ كمان بتلاقي الناس عم ترجع تعيد الطراز الحجر القديم، ونرجع نبلش نشتغل على الطراز اللي كانوا يشتغلوا جدودنا وأهلنا فيه بالنسبة للنحت وللحجر. حجرنا من هون من عندنا من القرعون، الحجر المحلي تميز بحجر كثير قاسي كثير منيح ما بيمتصش ماي، حجر صلبي، حجر ابيض يعني في يعني نوعيه الاساوي فيه بتتحمل السقعه والشوب فيه ما بياثر عليه ابدا، وممتاز كثير للعوامل الطبيعيه تبعتنا الجليد والشوب كثير حلو. بيساعدنا على النحت كمان اخضر، بيعطينا شغل بالنحت يعني الرسم اللي بتيجي ببالنا الفكره اللي بتيجي بالنحت فينا نقدر نشتغل بحجرنا بحجر القرعون فيه. نحن نشجع اللبنانيين والسواح لزيارة بلدة القرعون الجميلة بأهلها بجبالها بسهولها الخلابة التي يستقبلكم أهلها بالترحاب والضيافة، لأن أهل القرعون هم أهل ضيافة ومضيفين، فأهلا وسهلا فيكم بالقرعون. من البقاع الغربي وتحديدا من القرعون بوداكم مشاهدينا، على امل تكونوا استمتعتوا بهالحلقه. مشوار بلبنان لهلا بيخلص، ملتقينا معكم بيتجدد الاسبوع اللي جاي بنفس الموعد. من هلا لوقتها اطيب التمنيات ودائما برفقه تلفزيون لبنان. الى اللقاء.